صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. اليوم راح احضر معمول هاللي بنقدمه دائما بالعياد. راح اعمله اليوم هو معمول بالجوز ومعمول بالتمر. هلا انا راح اعمل كميه صغيره اللي هي نص كيلو سميد فرخه، بيطلعوا تقريبا 36 37 قطعه من جوز ومن تمر. راح اقول لك المقادير. هون في نص كيلو سميد فرخه، هلا هيدا لازم نخلط قبل بليله مع نص باكيت زبده. هيدي بقصها بالنص، تكون بحراره الغرفه، خلطتها من امبارح مع نص كيلو طحين فرخه، خلطتها منيح منيح، غطيتها وحطيتها بالبراد. قبل ما تشتغلي فيها بتطلعيها من البراد بشي نص ساعه تقريبا. مع السميد رح احط نص معلقه صغيره هيدي خميره سريعه الذوبان، رح احط رشه محلب ورشه ملح. للعجو تبع التمر في هون ربع كيلو تمر بدون البذرة الجوانية، معلقة صغيرة زبدة، في نص معلقة صغيرة قرفة ورشة جوز الطيب. هيدا لأعمل فيه التمر. وهلا أنا خلطته وعملته أحويه هون. حشوة الجوز، في هون فنجان جوز مقصوص هيك صغير مثل ما شفتي، أو على المكنة أو بالسكينة. بدي احط ربع فنجان سكر، رح احطهم هلا. بدي احط فيه كمان ربع معلقه مي زهر. هلا لبلش اعمل المعمول، هيدا حاضر السميد مع الزبده. رح احط خميره هلي سريعه الذوبان، رشه المحلب، رح احط كمان رشه الملح. هيدا خليط الجوز مثل ما شفتي حضرته، بدي اخلطه منيح. ما بيصير مثل العجينه، هو بضم هيك بس بيترطب كله بالمي الزهر. هلا صار حاضر. فاذا هي الزبده استعملتها لخلط هدول قبل بنهار، والحشوه حاضره. في عندي هون ما قلت لك عنهم كمان، هيدا ربع فنجان سكر بودره، بعد ما اخبز المعمول بدي رشهم عليه. في هون كمان ثلاث ارباع الفنجان مي زهر. هيدا المي زهر بجوز احتاج لاكثر من 3 ارباع الفنجان حسب لما اخلط العجينه كيف. رح زيدهم شوي وشوي، خلي شوي للاخر هلا، لانه كل نوع سميد بياخذ نوع معين من كميه السايل. إذا أخذ أكثر من ثلاثة أرباع الكباية بتزديهم. بتزديهم معلقة معلقة حتى تتأكدي إنه انعجن منيح. هالمرة أخذ أقل شوي، يمكن لأنه هون في هب كثير بالمطبخ. عشان هيك بقول لك دايما حطيهم شوي شوي. هدول بدك تعجنيهم منيح تقريبا شي 5 دقائق لحتى يتماسكوا منيح مع بعضهم. تمسكيها هيك بتشوفي اذا صارت حاضره ولا لا. بعد بدها شويه عجن كمان. وهيدي اذا عجنتيها مع الخميره بهالشكل ما فيك تخليها لبعد ساعتين ثلاثه تشتغلي فيها، لازم تشتغلي فيها دغري. هلا رح احضر حالي حتى اعجن المعمول. بدك تاخدي قطعه قد الجوزة تقريبا، الجوزة الكبيرة اللي هي قدي، تتأكدي انه معجون منيح وتلفيها دويرة. بدك تعملي هيك بهالشكل مثل ما بتنقري الكبة تمام، حتى تصير رقيقة. طبعا اذا بدك اياهم اكبر بتاخدي ساعتها كمية اكبر من من السميد. بدي احشي هلا فيها، تستعملي ملعقة صغيرة أحسن للحشوة. تعبيها منيح، بعدين بتسكريهم عليها على بعضهم. هلا صار إلها كعب وإلها راس، بتبرميها هيك على إيدك حتى تاخد شكل مرتب. وهيدي اول معموله بالجوز صارت حاضره. بدي احضر هلا التمر.
هيدي طريقة علمتني إياها صديقة عزيزة كتير، كيف بعمل تمر بطريقة كتير أسهل مما أنا معودة أعمله. عم رقها هيك طوالي، بدي يكون حوالي 6-7 سنتي بهالشكل. وإذا بدي كل ما بدك إياها صغيرة المعمولة بدك ترفعي هيدي، بعدين بضبهم على بعضهم هيك. وهيدي حشوة تمر صارت حاضرة. هلا حتى اعمل السميد للحشوة التمر باخذ نفس الشيء، قد حبة الجوزة وبرقها هيك كمان نفس الطريقة. طبعا كل ما كانت رقيقة كل ما كانت احسن، حتى يكون في حشوة اكثر ما يكون في سميد. بعدين بحطها جوا، لازم كبرها شوي لانه سكر عليها هيك. وهون ما تهتمي، معلش اذا كسمة مش مرتب. هلا سكرت عليها، فيك ترجعي تعمليها هيك، برميها هيك، تركبي لها شكلها من الجهتين بترتبيها، وهي صارت حاضرة. بعدين بتجيبي معلقة مثل هيدي، بدك تعمليها بشكل كعكة، بتبخشيها هيك بالنص. هلا صاروا حاضرين. هلا حتى زينهم ونقرهم، جيبي ملقط صغير بيبقى له سنين. رح بلش بالمعمولة هاللي بجوز، بمسكها هيك، بلش نقر من تحت. طبعا إذا قراب لبعضهم بيكونوا حلوين. بدي أقول لك حميت الفرن على 180 درجة، وهلا بدي اعمل من هالشق هيك بهالشكل من جنب لجنب تاني. بعدين الفراغ اللي هون بدي اعملهم بالورب بهالشكل، برجع امسكها هيك كمان اعمل هون بالورب. وهيدي المعمولة حاضرة. رح نقشلك هلا هيدي طريقة تانية شوي بتختلف، هولي كمان على الجوانب. هيدا المعمول بده بالفرن نص ساعة على حرارة 180. بس كتير مهم انه اذا الصينية فوق بعد ربع ساعة تحطيها تحت، واذا كانت تحت تحطيها فوق من الفرن لحتى ينخبز تحت وفوق بنفس الحرارة. هلأ من فوق رح اعمل هيك شوي شوي تدور. ما تزيدي اكثر من نص ساعه لانه بيعظم. وما تجربي تحطي مي هون بدل المي زهر لانه كمان مش منيح. هلا بعد ما حضرتهم مثل ما قلت لك رح اخبزهم بالفرن. وهلا الفرن حامي مثل ما قلت لك، بده يكون صينيه تحت وصينيه فوق، حراره 180. بعد ربع ساعة هاللي فوق رح حطها تحت، واللي تحت رح حطها فوق، وخبزهم كمان ربع ساعة ونرجع نشوف شو صار فيهم. طلعت أنا المعمول من الفرن، تركته تقريبا شي ساعة حتى يبرد منيح، لأنه ما في رش عليه السكر الناعم غير ما يكون بارد تمام. بعدين في شغلة، بترش السكر الناعم على اللي بس بدك تقدميهم، الباقي بتحطيه بمرتبان مسكر منيح أو علبة، بتخليهم وبيضاينوا عندك مدة طويلة. فإذا مدرش عليهم شوية سكر ناعم، سكر بودرة، وهلا بقول لك كل عام وانت بخير وينعاد عليكم، وان شاء الله دايما تعملوا المعمول تنجحوا فيه. المقادير للمعمول بالجوز والمعمول بالتمر.